طيب إذا أنت ذكرت السمات الشخصية الإيجابية، يعني هناك سمات أخرى؟ بكل تأكيد، إذا عندنا إيجابية يقابلها العكسية السلبية. إذا عندنا تقدير ذات مرتفع، إذا عندنا التقدير ذات منخفض. عندنا المثابرة عكسها، اللي هو من أول عقبة يتوقف، هي المثابرة المناضلة. لكن لما شخص من أول عقبة يتوقف، إذا ليس لديك تقدير ذات ولا سمات شخصية إيجابية. جميل. والثانية ذكرت أنها علاقات إنسانية. العلاقات الإنسانية، لما أتكلم عن علاقات إنسانية جيدة، ما معناها؟ يعامل الناس، جميع الناس، بأدب واحترام، كما يقال، قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على أنفسهم يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا له الكيل يأخذ حقه كامل، لكن إذا الناس، فمعاملة الناس بأدب واحترام، إظهار اهتمام خالص بالآخرين لما تستقبل أحد. أيضا المشاعر الإيجابية للقاءات، عندما أحد الأشخاص يتحدث معك عن قضية، فتبدأ أنت تتقمص الدور وتشارك المشاعر، ما تكون أنت جامد أو يتكلم مثلا بفرح وأنت لاهي أو مشغول، أو يتكلم بحزن وأنت أيضا منشغل عنه. هذه بالنسبة للعلاقات. أيضا السيطرة على الانفعالات، وهذه مهمة جدا في العلاقات الإنسانية. كم حصلت مشاكل بسبب عدم سيطرتنا على انفعالاتنا، مما تسبب لنا أشياء خطيرة جداً.